أماني طباخ ماهر، بس يحتاج له تحفيز أكثر، ويحتاج إنه يهتم بهذا المجال. في بدايتي أنا كنت ما مهتم بالمجال واجد، لما دخلت اشتغلت في مكان يخص الطهي تعلمت، وحفزني واحد من الأصحاب في مجال الطهي، فبعدين ركزت فيه أكثر وفتحت لي مقهى، وقمت أقرب وصفات، والحمد لله نجحت في المجال.